بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا اليوم يا صف التاسع في الوحدة الثانية، راح نبدأ في الوطنية. في هو الوحدة تتحدث عن العمل، أول درس هو العمل. في هذا الدرس راح نتعرف على العمل وأهميته للفرد والمجتمع، راح نحكي أيضا عن التحديات التي تواجه سوق العمل. ما المقصود بالعمل؟ العمل من عناصر الإنتاج، يهدف إلى تحقيق منافع اقتصادية واجتماعية تؤدي إلى إشباع حاجات الفرد والمجتمع من سلع وخدمات، يعني هو إنتاج سلع وخدمات للمجتمع. ما هي وظيفة أو عمل كل من الرسل والأنبياء عليهم السلام؟ سيدنا آدم عليه السلام عمل في الزراعة، أما سيدنا داود عليه السلام عمل في الحدادة، سيدنا إدريس عليه السلام عمل في الخياطة، سيدنا موسى عليه السلام عمل في الرعي، سيدنا عيسى عليه السلام عمل أيضا في النجارة، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عمل في الرعي والتجارة معا. ما أهمية العمل بالنسبة للفرد؟ أولا هو ميدان نشاطه المنتج التي تظهر فيه قدراته وكفاءته، هو المصدر الرئيسي الذي يحصل على المورد للإنفاق، يحافظ على كرامته ويعبر عن وجوده، يحقق الاستقلالية والحرية له. إذن هذه أهميات العمل، بالإضافة إلى يضعه في مستوى اجتماعي واقتصادي معين. أهمية العمل بالنسبة للمجتمع، يوفر الخدمات والسلع التي يحتاجها أفراد المجتمع، ينشط الاقتصاد الوطني، الحفاظ على الأمن المجتمعي، يوفر فرص عمل ويخفف البطالة. ننتقل الآن إلى التحديات التي تواجه سوق العمل في الأردن. أول تحدي ثقافة العيب، وهي عزوف الشباب عن العمل في بعض المهن والمجالات بوصفها عيبا وأقل مستوى من التحصيل العلمي. البطالة، تدفق العمالة الوافدة والهجرات القسرية من الدول المجاورة. انخفاض الأجور. هذه تحديات تواجه سوق العمل الأردني. وبهيك نكون انتهى درسنا اليوم، نلقاكم في حصة قادمة.